راه الا ما عشتيش اخويا راه ما غتشوفش اخويا. العصا تتاكلها تضربك راجل امك بحال هكا تضربك تبقى يضحك لك في وجهك وانت تتاكل العصا. اب ديالي ما واخا مش نعترفش به. مشيت بحال هكا اول مره غنشوفه فيها في 2019. تصور باك غيبغي يدوز لختك اخويا. ربعة ديال الصباح الخمسة يتسحبوا نعس هنايا ناض بغا يدوز الخشي بحال شتيها بعينك. المشكل ديال اخويا هو تنعاش واحد الحياه ديال التشرد اخويا ما باغيهاش اخويا. واحد الحياه ديال التشرد بزاف اخويا. الحقره بزاف ديال الحوايج في المجتمع ديالنا. انت راه عارف المجتمع ديالنا وكذا. كيفاش بديتي التشرد من كيفاش بديت كان ناسي عايش قبل كيفاش كان عايش؟ كنت عايش في سلا. دخل الفيسبوك ديالي دير ناسي مسلاوه راه واقيلا مشى ليا دابا وكذا. شفت تصاور وكذا تقول هاد الدري راه قبل ما نتخسر قبل ما بزاف ديال الحوايج تشوف تصاور كدا تشوف بزاف ديال الحوايج تقول هذا راه مش ديال الزنقه وكدا. راه هاد التخساره هي اللي بينات لي بزاف ديال الحوايج. كانوا عندي العشران فين هما العشران ما بقاوش في طريقه التخساره هذه في طريق بزاف ديال الحوايج. عشت واحد الاكتئاب اللي عشران كانوا شي جلسوا معاك بحال هكا منين جات فيك تخساره وليتي تمشي بحال هكا تلقاهم جالسين بحال هكا في مجمع تجي تقول لهم السلام عليكم تيديروا شي سبه تيغيروها كاملين تيخليوك غير بوحدك جالس. واخا نسيم نمشي للناسين شحال عمرك بدا ناسين؟ 20 عام مزيد في 2002 13 لاش 2002 الطفوله ديالو عادي قرا بحال هكا قرا ياش لا قريت شي السابعه قريت شي السابعه من تما ونخرجت صافي شي مشاكل خرجت من المدرسه حتى المدرسه كانت ديك الساعة الحقرة. انت راه عارف ديك الوقيته كانت الحقرة في ايامات المدرسة الدراري شي حقرة بحال ايامات الفقر كانت الفقر ايامات الصغر كان الفقر. الفقر ماشي عيب تيشوفوك انت تجي كل نهار بحال دابا لابسة الصندالة هاديك تجي بها كل نهار وكذا. هو والدي عنده انت والديك ما عندكش احتقار كذا. هذاك هو السبب اللي خلانا خرجنا من المدرسة اخويا الاحتقار ديال بنادم وكذا بزاف. والدينا الحمد لله الوالدة ديالي كانت مخلياني مخصص من حتى شي حاجة. الوالده ديالي تتعاونني كدا بزاف ديال الحوايج. راه عاودت لك المشكل ديال كدا. كيفاش بدا المشكل ديال التشرد؟ كيفاش خرج من التشرد؟ المشكل ديال التشرد هو المشكل ديال عنده واحد المشكل مع راه قلتو لك ديال الراجل الوالده وكدا. صافي من تما بديت حياه التشرد. منين كان ولد راجل الوالده مع الوالده ديالي ولد باقي صغير دابا راه في عمر 10 سنين. منين ولد معاه من تما وانا تنحس بواحد النقص وكدا قوت بدرجة اخويا اللي كان راه الا ما عشتيش اخويا راه ما غتشوفش اخويا. العصا تتاكلها تضربك راجل امك بحال هكا تضربك تبقى يضحك لك في وجهك وانت تتاكل العصا. انت تتبكي هو تيضحك لك في وجهك وتيضربك باش تحس اخويا. ها باش تحس باش تحس الدمار شحال من دقه هنايا. ها هي بالحديد اصاحبي بحديده كنت ناكلها بعصيه ديال الحديد تيوب كذا اللي كانوا عايشين معايا من الصغار وكذا. راه هما يقولوا لك اخويا الحقره في السله اللي كنت عايش فيها مقصك اللي جابك كنت ناكلها بمقوصه بالعصيب بالخشب اي حاجه كابلي ملوعه على اربعه على ثمانيه مع هو تيخدم في الصناعه التقليديه وكذا عنده حرفه ديال كذا الدفايره وكذا شي كابله شي دفاره وكذا شي العصاره. يعني راجل الام ديالك هو السبب ديالك في التشرد. الاب ديالك؟ الاب ديالي ما واخا مش نعترفش به. على ود واحد المشكل داروا لي مش نعترفش به من تما مش نعترفش به. اول مره شو كنت دوس واحد المده ديال الحبس خرجت منها. كنت دوس في 2018 خرجت في 2019. في 2019 مشيت لعنده مشيت بحال هكا اول مره غنشوفه فيها في 2019. تصور باك غيبغى يدوز لخشك اخويا. ها الاب ديالك غيبغى يدوز لخشك بالليل سكيري هو انكوليزي بالشراب ماشي يسحاس من الشراب. كي
كيفاش دابا ملي دخلنا حنايا كان هو ما شارب ما والو، ملي مشينا عنده عيطوا ليه قالوا لي راه ولادك كدا جاوا بغاو يشوفوك وكدا، قال لهم صافي انا غنجي عطال، كان ما شارب ما والو ويجي سكران. بالليل هي هذيك بالليل جات جا الوالد ديالي، جات جداتي، كان جداتي وعماتي كانوا مع يلا جيت هذيك الفرحه انت عارف الفرحه ديالهم وكدا، يلا شافوك شحال ما شافوكش. دخلت ريح بحال هكا قال العيالات جداتي وكدا قالوا الوالد ديالي البنت غتنعس مع البنات مع البنات زعما كان معانا حنايا، والدري غينعس معاك. قال لها غينعسوا حدايا بجوج، هو غينعس من لا من جهه اللي من لا بعيد عليه، وبنتي غتنعس حدايا. انا ملي تندخل شي قنت ما تشارش حش فيه ما تنعش، يعني ما كنتوش ناويين غيدير شي حاجه ولا لا ما كناش ناويين صافي. انا ملي ندخل شي بلاصه ما تشارش حش فيها صافي، ملي شفت سكران وكذا واول مره غنشوفو انايا، ومني هضرنا معاه ما كان سكران ما والو صافي، شفت منه شي حوايج مابقاش فايق. بالليل الربعة ديال الصباح الخمسة يتسحبو نعس انايا، ناض بغا يدوز الخشي بحال شتيها بعينك، نعس حداه حاشاك بدا شي يتلمس فيها كذا وصافي، من تما دابزتي معاه من تما ولا انا ما صبرتيش تشوف الاب ديالك كذا يتلمس فيها وكذا قدامك وكابره معاك وكذا، من تما صافي راه دابا شي كنت شي 3 سنين ما شفتش اختي، ورجعت من كنت في طنجة شي ريسكي رجعت لدارنا، كنت شفتها عاوتاني مؤخرا من تما ما عاودتش شفتها. خاطرك ما خلاتكش واخا كنتي ما عرفتش فين، خاطرك ما خلاتكش تشوف داكشي. رجعت للتشرد، رجعت للزنقه. هي هذيك من رجع منين خرجت في 2019 صافي، منين رجعت منين مشيت لعندو صافي رجعت لدارنا. هذيك الوقيته رجعت لدارنا، كنت هذيك الساعه مع الوالده بخير وكذا، رجعت لدارنا داز شي ايامات، كانت واحد المدابزه بحال هكا، دخلت باغي نفاك، جات واحد البنت تنعرفها مسكينه قالت لي راه بنادم هاز زوار، دخلت باغي نفاك بحال هكا فيهم باغي نفاككم، دخلت وسط منهم بحال هكا، ما عرفتش شنو طرا كيفاش بحال هكا، الدري اللي كان شاد الزازوار تضرب في يده مول الزازوار، كان تشقله بحال هكا تشبيك تشقله، انا منين تضرب خونا قلت لها ديك السبيطار كدا. انا ناسين سمحت لك شي كامل من التشرد. التشرد صعيب صعيب بزاف اخويا، عرفتي حياة الليل اخويا بزاف اخويا، حياة الليل تتعرض لبزاف ديال الحوايج، بنادم شي حكرك، بنادم شي تجي تهضري مع بنادم قدام عينك تيمشي تيجيب خاويك يبقى عاس عليك باغي يضربك باغي كدا، شنو غادير؟ دابا البرد والشتا كيفاش كتنعسو؟ البرد والشتا راه شتي البلاصه ديالي، راه تما ما عندي لا كاش لا والو، الكاش اللي شكون عنده شي يشدوني، تيجيو مع الستة ديال الصباح، تجي مع الستة ديال الصباح لهنايا، الستة ديال الصباح تبقى الدور هنايا، الستة ديال الصباح السبعة قلت 8 تيبداو هادو السربيس كدا تيجيو تيبداو يجمعو فينا، تيبداو يجمعونا تيديونا بالكواش ديالنا بكدا، تيوصلوك لهاديك واحد المدرسة كاينة حدا جامع حسن الثاني، تيحيدو الكواش ديالك تيلوحوهم حاشاك في الطارو ديال الزبل، تيلوحوهم لك تيدخلوك لواحد البيت حاشاك فيه البول تتبقى جالس فيه، إلا ما هدرتيش على حقك تبقى جالس، يديوك من الصباح تبقى جالس حتى للمغرب. جمعيات إلا ما هدرتيش ماشي تدخلوش الجمعيات حيت تيبينو لهم الحقره تما، فهمتيني شي حاجة راك هي راه واكل من عندهم العصاية رجلية من فوقها بعصية، شنقول لك عصية ديال عصية مفزقين، هذيك العصا ديال الشطابة تيفزقوهم بالشجو اللي قاصحة، وخا يضربك بها قاصحة والبرد والشتا وتيضربك، والشتا تصب هو تيضرب فيك في البرد اصاحبي. ناسين بغيتي تبدل حياتك؟ بغيت نبدل حياتي، باغي نشم شراع شي حاجة اللي نتعاون بها وكذا، ونشتي من شنو ترى عاد دير شي حاجه تخدم بقى، خاص غير اللي يشوف لك خصني منين جات فيا التخساره ما عقل عليا حتى واحد فيها اخويا، قاري على الحراقه، قاري على الحلاقه، قاري على عندي صناعه تقليديه ديال الحزامه ديال التكاش قريت عليها، راه هذاك الشيء تنسى ليا من عقلي صافي، مني خرجت الحياه تشرد وكذا صافي، مني شدوك لهذيك المدرسه شنو تيديروا لك؟ شي ضربوك جا شي مسؤول بحال دابا، ماشي شي مسؤول، شي واحد زعما كان تيشوفك بحال هكا محقور، شنو تقول لي راه حقروني كذا كذا كذا، تيجيو هذوك اللي حقروك تيقول لك ايه هنينا وكذا، تيجيب لك قرعه ديال الديلو ديال بنادم تيعطيها لك تيقول لك هاك تكالما. يعني في هذه الجمعيات كيعطيوكم نتوما باش تدوخوا باش تسكتوا. باش نسكتوا. تتريح بحال هكا تتشمكر شي شويه من جوج صافي بغيت نسى انت وكذا، تتريح تتشمكر تيجيبوا صطافه تيهزوك تيديوك تيلبقوا لك تخدر تيديوك للكوميساريه.
رسالة ديال خي محسنين اليوم. الرسالة ديالي محسنين، بغيتهم يعاونوني يديروا لي اش مشترى، ما بغيتش شي حاجة، اش مشترى على المجتمع اخويا، تشوفني بالتخسارة، تشوفني ماشي منه، وحياة تشرد والزنقة والليل وكذا بزاف اخويا. سول اي واحد هنا، راه اي واحد تيعرفني اخويا، راه شي باشي هنايا راه في البرد والشتا، تجي بالليل تلقاني ناعس وحق الله اخويا. اليوم كل اول شي نمشي حاجه شكل هذيك البركاس، شي نجيب كره 12 من الناس نفرش نمشي نعس عليهم. اللي بالك الشيء الاول شي نجيب شي كاشه، شي نمشي ندق على الديور كذا، شي نجيب شي كاشه شي ديوا ليا، شي قارن عيني وما نجيبو شي كاش. راه مثلا نعس دابا راه 3 ايام ما نعسش فيها، مشيت نعس في واحد القنت قبيله يلا تشكيش بحال هكا واحد شويه، حتى نحس بشي واحد تيقلبني باغي يدير لي تليفون. بنادم ما مشترط باغي يدير لي تليفون، ناعس باغي يدير لي تليفون كدا، نضج ما نعش يلا ناعس ساعة، 3 ايام ما نعش، ناعس منها ساعة في طريق اش، في طريق هادوك الخيرية اللي تيديونا شي جمعوك تيديوك شي لحوك تما. رسالة ديال المحسنين وجلالة الملك، شوف انا جلالة الملك ديالنا راه الله ينصروا لنا والله يحفظوا لنا، ومحسنين بغيناهم يعاونونا وكدا، يشوفوا لنا شي بيعة وشري ولا شي خدمة كدا لن نتعاونوا فيها. الدراهم ما بغيناش تبقى اخويا، راه معقداني في حياتي، راه عقداتني في حياتي اخويا وحق الله. فقدت البرد دابا والشتا وكذا، راه تنحس بحال هاد النص هذا مقصوم اخويا، هاد النص مقصوم عليا، هاد البلاصه بحال ما منيش نص نص، فهمتيني؟ عاد دابا اخويا.